طيب أستاذ إسلام، إيه هي السيناريوهات المحتملة من وجهة نظرك لو تحول الصراع الحالي لمواجهة إقليمية مفتوحة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجبهة اللبنانية والفلسطينية؟ هو أسوأ ما في الموضوع أن هذه المواجهات كلها تدور على أرض عربية، وأيا ما كانت الأطراف المتداخلة أو التي ستنخرط في هذا الصراع أو في المواجهات. وبالتالي يعني لا نريد الأمور أن تتسع أو أن يعني حدة التوتر والتصعيد تتصاعد في الأيام المقبلة. هذا ما نتمناه، وهذا ما تسعى إليه مصر الحقيقة، وتضغط بكل قوة على كل الأطراف وتتواصل مع كل الأطراف سواء في الإقليم أو على المستوى الدولي للتهدئة وخفض حدة التوتر. خلينا أقول هنا جملة مهمة جدا فيما يتعلق برسائل السيد الرئيس في اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة في الإسماعيلية منذ أيام. الحقيقة كان رغم أننا نتحدث عن اصطفاف حرب وتفتيش حرب و يعني احتفالا بانتصارات أكتوبر ووقوفا على كفاءة وقدرات القوات المسلحة المصرية بواحدة من فرقة القتالية، إلا أن رسائل السلام كانت حاضرة بقوة في هذا المشهد. رغم المشهد مهيب، مشهد يدعو للفخر، قواتنا المسلحة بهذه الكفاءة بهذه القدرة بهذه الإمكانيات، إلا أن السيد الرئيس كان حريص أن يتحدث عن القوة العاقلة الرشيدة. هذه القوات المسلحة المصرية. ونحن نتحدث عن انتصار واحتفالا بانتصار مستحق في 73 في هذا التوقيت. أيضا نقول للعالم كله أن هذه الدولة المصرية كانت قادرة على مدار 50 أكثر من 51 عام أن هي تنجح في اختبار السلام باعتباره خيار استراتيجي مصري. والحقيقة الرئيس السيسي أثنى وقدر كثيرا القادة المصريين خلال الفترات الماضية الذين قادوا مصر لاجتياز هذا الاختبار والإصرار على الخيار الاستراتيجي وعدم جر مصر إلى أي نوع من المغامرات أو المقامرات بمصائر شعبها أو قدرات شعبها. وهذا هو النهج أو هذا هو دستور القادة السياسية الآن، أن مصر لا تنخرط لا تنجر، ولكنها قادرة بعلاقاتها الدبلوماسية وأدواتها الدبلوماسية والعلاقة يعني وضعها الاستراتيجي، وأنها دولة موثوقة من كل الأطراف لأنها تسعى بالفعل للتهدئة لمصلحة الجميع وليس لمصلحة مصر فقط ولا الأمن الإقليمي أو ولا الأمن القومي المصري، ولكن الأمن الإقليمي والأمن العالمي وأمن البحر المتوسط بالتأكيد. ولذلك يعني أعتقد أن الرسائل التي صدرت عن السيد الرئيس في احتفالات النصر أكتوبر في اصطفاف تفتيش الحرب للفرقة السادسة كانت رسائل في منتهى القوة، رسائل سلام ورسائل مهمة للجميع أن يقرأها جيدا. نحن نتحدث عن أن مصر يعني منذ بداية العدوان لا تسعى إلى فكرة التصعيد، وطالما حذرت من أن التصعيد سوف يجر المنطقة إلى هذا يعني كما حدث في لبنان وما بعد. ونحن نخشى ما بعد ما بعد لبنان، وبالتالي لا نريد أن ندفع ثمن مغامرات ومقامرات من قادة يتصورون أن سياسة فرض الأمر الواقع يمكن أن تؤتي ثمرها أو يمكن أن تحقق الأمن أو يمكن أنها تحقق مكاسب. الضغط على المقاومة أو عدم الاعتراف بالقضية، استمرار اغتصاب الحق الفلسطيني واغتصاب حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، في وجود دولة تحتضنه، في إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة أنها ترى أمل ويكون لديها نوع من التفاؤل في أنها ستكون لديهم في القريب دولة، هذا الأمر في حد ذاته يخفف حدة التوتر. ولكن الإصرار والتعنت والصلف والاستعلاء الذي نواجهه من الاحتلال يعني يطيح بكل هذه الآمال والطموحات والمساعي حتى اللحظة، بدعم أمريكي دبلوماسي سياسي عسكري وحالة من زي ما نقول يعني الولايات المتحدة الأمريكية فيما قبل الانتخابات نوفمبر هي بطة عرجاء، وبالتالي إسرائيل تمتطي هذه البطة العرجاء وتسيطر عليها تماما. إذا أضفنا لده أن توجهات نتنياهو وعلاقته يعني التاريخية ببايدن واستغلال هذه العلاقة و يعني حتى بايدن نفسه ويعني وكبار الكتاب في امريكا والصحف الامريكيه تتحدث انه يخدع بايدن كل يوم ويخدع ويتحدث في الغرف المغلقه بحديث، لكنه يخرج على الراي العام في الداخل وفي المنطقه وفي الخارج بانه بكلام مغير تماما، هو كاذب بامتياز.
ويجيد لعبة الكذب ويجيد لعبة التسويف واستغلال الوقت ليحقق نوع من الانتصار. الحقيقة هو بيعتقد أن ما يجري في لبنان من ضرب وقصف هو نوع من الانتصار الذي لم يحسمه أو لم يحققه بجلاء وبوضوح في اعتداءه على غزة. وهنا بيعتبر نفسه في ملحق بيحقق هذا الانتصار في العدوان على لبنان. ويعني رغم الجرائم التي ترتكب يوميا في لبنان على مدنيين وقوات أممية واستنكار فرنسا تحديدا لهذا الأمر ومطالبتهم بالانسحاب ومطالبته ب يعني عدم تصعيد الموقف، إلا أنه ما زال نتنياهو خارج عن السيطرة بشكل يعني أو في محاولة لتأكيد انتصاره في ملف لبنان ليغطي على خسارته السياسية فيما يتعلق بعدوانه على غزة.